هالايام عم نشوفها كان معظم الناس بطلت مركزه. رح نحكي عن صعوبات التركيز او المعروف ب ADHD. كيف نشاطك هالايام؟ جايين عندنا نشاط زايد لنربح الفريق الثاني. مصرين؟ صحيح. ضيفنا الباحث والاختصاصي بعلم النفس العصبي العيادي دكتور مارك بركات. مش كل شخص ما عنده 100% تركيز او حركه شوي، وخاصة عند الاولاد بنشوفها اكيد عنده ADHD. هون بنطلب من الاهل انه شوي صغيره يروقوا. من هؤلاء المشاهير مصاب بالـ ADHD؟ فادي الخطيب. فادي الخطيب في مره بعثت رساله واتساب بدون ما تنتبه. عدنان دندن، انت اليوم صرت لمركز مرموق بالحياه بحق الدواء. النجاح مش بس نجاح مادي، بدك تنجح بعائلتك. يوسف، جمال، ليلي، ابو حمد، يعني وين بتلاقوا مهنتكم تتفق مع موهبتكم؟ اول شيء بدك تلاقي الوقت، لانه الموسيقى الاكوستيكيه بتضاين يعني مع مر الزمن. بعد 10 سنين تحولت الموهبه لاحتراف. ريسيرشر قصه كبيره مع عماد ابو حمد بالاشتراك مع ماريس فرزلي. 3:30 المساء على الـ LBCI.